مرة جديدة يعود الملف الأمني داخل المخيمات الفلسطينية إلى واجهة الأحداث، وذلك بعدما شهد ليل الأربعاء في عين الحلوة عملية اغتيال جريئة نفذها مجهولون راح ضحيتها أشرف هشام القادري مرافق قائد الكفاح المسلح محمود عيسى الملقب باللينو. الحادثة التي أثارت جوا من التوتر والحذر بين سكان المخيم سبقتها أحداث أشبه بالأفلام البوليسية كما أفادت مصادر أمنية للأم تي في. وذكرت المصادر أن شخصا يدعى محمود عبد القادر ينتمي إلى تنظيم جند الشام موقوف في سجن رومية ادعى أنه مريض، فتم نقله إلى مستشفى صيدا الحكومي، حيث أفادت معلومات أمنية عن تحركات مشبوهة لعناصر جند الشام داخل المستشفى وفي محيطه، فأخرج عبد القادر وأعيد إلى السجن. وأضاف المصدر أنه في تلك الأثناء توتر الجو داخل المخيم وتم اغتيال مرافق لينو الذي يقال أنه هو من سلم عبد القادر قبل أسبوع إلى السلطات اللبنانية. اللينو أكد معرفته بالقتلة وأنه لن ينجر إلى حرب عصابات. إحنا مؤسسة إلى احترامها منبثقة من الشعب الفلسطيني، عليها التفاف شعبي، رح نأخذ إجراءات تطمن أبناء شعبنا بمخيم عين الحلوة. الشام كان له هيكليته، انضربت كوادره، الأغلب منهم اعتقل وهي موجودين برومي، يعني فيكم تتأكدوا كمان. اللي بقيوا في بقايا فتح الإسلام، اللي بقيوا اتجمعوا عم بحاولوا يعملوا حالي، وبصلها بعض الاتصالات اللي احنا اطلعنا على بعضها. والخميس شيع القادري في المخيم على وقع إطلاق الرصاص ووسط انتشار أمني كثيف لعناصر الكفاح المسلح وحركة فتح وأنصار الله، ووري جثمانه الثرى في درب السيم جنوب المخيم.